بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا الجزء من المحاضرة بدنا نحكي أنا وياكم على الأوتو أميونيتي. طبعا شابتر جديد أو موضوع جديد معانا. الأوتو أميونيتي يا جماعة أو ذاتية المناعة. قبل ما أنا أتعرف على الأوتو أميونيتي وأحكي شو هي الأوتو أميونيتي، لازم أتعرف على الوضع الطبيعي. الوضع الطبيعي إنه أنا جسمي متعامل أو خلينا نحكي عايش بشكل طبيعي مع الأنتيجين تاعونه، مع البروتينات تاعونه، مع الكربوهيدرات تاعونه، ما بيعمل ضدها أبدا أي إميون ريسبونس، ما بيعمل ضدها أبدا أي ديستركشن، ما بيعمل ضدها أبدا أي أنتيبادي أو حتى استجابة سيل ميدياتد إميونيتي. الأمور تمام وقادر يسيطر على هذا الإشي. هلأ هذا الإشي بسموه توليرنس، يعني بقول لك نورمالي بادي كونفير توليرنس. إيش يعني؟ يعني البادي في الوضع الطبيعي، في الحالة الطبيعية بيكون عنده توليرنس. كلمة توليرنس إيش يعني؟ يعني تعايش، تآلف مع هاي السلف أنتيجين، قادر قادر يعتبر السلف أنتيجين هذه هي أشياء إله، ما فيها أو مش لازم نكون ضدها immune response. طبعا هذا الكلام له آليات معينة، تمام؟ بس أنا أهم إشي تعرف لي إنه أول شيء شو هو التوليرانس. التوليرانس هو specific immunologic unresponsive. إيش يعني؟ يعني إنه أنا ما يكون عندي أي استجابة متخصصة ضد هدول الـ own antigen، absence أو غياب الإميون ريسبونس against own أو self antigen، غياب الاستجابة المناعية أو الرد فعل المناعي على الأنتيجين هدولة، سواء كانت غياب تكوين أنتيبادي ضدهم أو تكوين سيل ميدياتد إميونيتي ضدهم. هلأ الكي أو من متى ببلش خلنا نحكي الإنسان يتعرف على الأنتيجين تاعونه، يعمل تولرنس لهدول الأنتيجين تاعونه؟ من الفيتال لايف. إيش يعني من الفيتال لايف؟ يعني من هو جنين في بطن أمه، تمام؟ بيكون البادي أو البيبي بادي أو البادي لهذا البيبي، تمام، عمل delete of cell mediated immunity against self antigen. إيش يعني؟ يعني عمل إلغاء لأي استجابة مناعية. طبعا ليش حكينا cell mediated immunity، ما حكينا إنه نلغي الهيومرال إميونيتي؟ لأنه سيل ميدياتد إميونيتي هي الإشي الأساسي في الأكوارد إميونيتي، وهي أيضا تتحكم بالهيومرال إميونيتي. تنسوش إنه التي هيلبرسيل ممكن تنشط البيسل حتى تفرز أنتيبادي، وخصوصا في هذا الموضوع أو موضوع التوليرانس، مين هو اللاعب الأساسي؟ اللي هو التيسل، اللي هو السيل ميدياتد إميونيتي أو التيسل. هلأ التيسل سواء في الاوتوميونيتي او في التوليرانس، هلا في التوليرانس بيكون نشاطها مغيب، بيكون نشاطها مغيب ضد السلف انتيجين في الوضع الطبيعي، تمام؟ فاذا ايش اللي بيصير عندك خلال فتره نمو الجنين وهو في بطن امه؟ بيصير انا في عندي ديليت، بيصير في عندي حذف لأي نوع من أنواع المناعة ضد هذا ضد السلف أنتيجين، وأي استجابة مناعية ضد هدول السلف أنتيجين. هلأ المفروض إنه الوضع يكمل في الأدلت لايف في هذا السيستم، لكن بتصير مرات بعض العوامل أو بعض الشغلات، تمام، اللي طبعا لحد الآن الأوتو إميونيتي ما إلها سبب واضح، لكن إلها بعض العوامل أو بعض الأسباب اللي مبينة، لكن في حالات مش عارفين شو هي حدث شو هي الأسباب، تمام. لكن في بعض العوامل رح نحكيها هسا، بيصير في عنا فيلير أو أبسنس لهذا التولرنس، يعني بتغيب حالة هذه التآلف اللي الجسم عايشها مع السلف أنتيجين، وبصير بدالها حالة الأوتو أميونيتي أو حالة تكون الاستجابة المناعية اللي إحنا طبعا ما بنحبها ضد السلف أو الأون أنتيجين. طبعا المسؤول الأساسي عن التولرنس والأوتو أميونيتي في الجسم هو السيل ميدياتد أميونيتي. هلأ سواء في حالة الأوتو إميونيتي، المناعة اللي بتتنشط ضد السلف أنتيجين هو بتكون سيل ميدياتد إميونيتي أو تي سيل، والتي هيلبرسيل هذه إيه ممكن إنها تنشط، ممكن هي تستجيب لحالها، تمام، أو ممكن تنشط
انتي بادي ضد ال ضد هدول الانتيجين. يعني مره ثانيه، هلا مين المسؤول بشكل اساسي عن التولرانس والاوتو اميونيتي؟ هو مين؟ هو السيل ميدييتد اميونيتي، هو السيل ميدييتد اميونيتي. ركز معي، في حاله التولرانس احنا بنكون عندنا حذف لاي سيل ميدييتد اميون ريسبونس، بيكون عندنا حذف لاي سيل ميدييتد اميون ريسبونس ضد مين؟ ضد هدول السيلف انتيجين او الاون انتيجين، ضد بروتيناتي، ضد كربوهيدراتي، ضد السيلز تاعوني. اني ما اعتبرهم اجسام غريبه، بل بالعكس، انه اي استجابه مناعيه ممكن تتطور ضدهم انا على طول بلغيها، انا على طول بشطبها، انا على طول بمحيها من الوجود. وحكينا هذا الاشي بيكون من عمر او من طفل وهو في بطن امه، وبكمل مع الادلت لايف. هلا ايش هي الاستجابه المناعيه اللي انا بلغيها؟ اللي هي سيل ميدييتد اميونيتي، لانها هي المتحكم الاساسي في موضوع التولرنس. كذلك الامر هي المتحكم الاساسي في موضوع الاوتو اميونيتي. يعني لو خرجت الامور عن السيطره والتغى عندنا التولرنس وصار عكس التولرنس اللي هو الاوتو اميونيتي، مين اللي بيصنع الاستجابه المناعيه ضد هدول الاون انتيجين؟ هي السيل ميدييتد اميونيتي وليست الهيومرال اميونيتي. طب يا دكتور، ما احنا دائما بنحكي انه تكون انتي بودي ضد مثلا السينوفيال فلويد في حاله الريماتويد اريترايتس او في حاله الروماتيزم، تكون انتي بودي ضد الدي ان اي الجوات الخليه، تكون انتي بودي ضد شيء معين في حسب طبعا نوع الاوتو اميون ديزيز. طيب احنا بنحكي تكون انتي بادي، ما هو انت بدك تعرف انه في حال تكون هذا الانتي بادي، هذا الانتي بادي كيف يتكون؟ من، ركز معي، من تي هيلبر سيل افرزت سايتوكاينز، تمام، نشط بي سيل، والبي سيل ايش عملت؟ صنعت انتي بادي. يعني المسؤول الاساسي دائما وابدا عن التولرانس والاوتو اميونيتي بيكون غائب او بيكون في له ديليشن لهي الاستجابه في حاله التولرانس، وبيكون متنشط او بيكون هو المسؤول عن الاستجابه في حاله الاوتو اميونيتي السيل ميدييتد اميونيتي. هلا السيل ميدييتد اميونيتي ممكن يكون استجابها بس السيل ميدييتد، يعني تي سيل مثلا يكون في عندي تنشيط لتي سيل سايتوتوكسيك، او تي هيلبر سيل تفرز سايتوكاينز معينه نشط تي سيل سايتوتوكسيك. هلا ممكن انه السيل ميدييتد اميونيتي تنشط ايش عندك؟ هيومرال اميونيتي، يعني عندنا تي هيلبر، تي هيلبر تنشط بي سيل، والبي سيل تفرز عندنا انتي بودي، او نسميهم اوتو انتي بودي، تفرز اوتو انتي بودي اللي هم الانتي بودي الداثيات المناعه. طيب لو رجعنا انا وياكم لهون، رح تلاقي هاي التولرانس زي ما حكينا ايش عنا. اهم اشي تعرف انه بيكون do not stimulate the immunologic response against the self antigen، هاي نقطة مهمة. النقطة الثانية انه بصير عنا deletion لل T cell precursor. ايش عن T cell precursor؟ لأي استجابة T cell ضد هدول ال own antigen، تمام. T cell precursor اللي هم T cell قبل ما تتميز، مش احنا حكينا انهم بتصنعوا في البون مارو وبعدين بصير لهم ماتشور بالثايمس، بس بضلهم موجودين في الثايمس على شكل نايف، على شكل مش سبيسيفيك لانتيجين معين، لحد ما يفوت هذا الانتيجين اللي احنا بنطلع له سلاله سبيسيفيك خاصه فيه. طيب بقول لك، على الرغم من دور البي سيل في هذه في عمليه التولرانس، لكن مين المسؤول الاساسي عن التولرانس؟ هو التي سيل. مين المسؤول الاساسي عن التولرانس واللي احنا لازم نتاكد او الجسم لازم يتاكد انه ما في اي استجابه تي سيل ضد هدول السلف انتيجين خلال مرحله الجنين او في مرحله الفيتس، في مرحله الفيتس او في مرحله الجنين. طبعا الاوتو اميون ديزيز بقول لك انه بالادلت المفروض انه حاله التوليرانس تستمر، المفروض انها حاله التولرانس ايش مالها تستمر. لكن احنا ايش اللي بصير عندنا؟ بصير عندنا ظروف معينه او فاكتورز معينه بتؤدي الى حاله الاوتو اميون ديزيز. لكن زي ما حكينا، مين المسؤول الاساسي عن الاكتيفيشن او عن الاميون ريسبونس اللي رح تتكون ضد السيلف انتيجين؟ هي طبعا التي هيلبر سيل. هي مين؟ هي التي هيلبر سيل. طيب يا دكتور، ما في بعض الامراض هي بتكون انتي بودي ميدييتد، تمام. ما هو التي هيلبر شو رح تعمل؟ رح اما تكتفي بالسيل ميدييتد ريسبونس، مثلا انها تنشط تي سايتوتوكسيك، لكن ممكن في بعض الاحيان انها تنشط ايش عندنا؟ تنشط بي سيل حتى تفرز عندنا انتي بودي، خصوصا انه موست الاميونو
most immune autoimmune disease ايش مالها؟ antibody mediated، يعني بالموست هاي ال diseases الاستجابة اللي بتطلع ضدها هي antibody وليست cell mediated. لكن هاي الانتيبادي بدك تعرف انه شو اصلها، اصلها من تي هيلبر نشطت بيسل حتى تفرز هدول الانتيبادي. فيا ريت هاي الملاحظه تكون واضحه عندكم. بعيد مره تانية، المسؤول الاساسي عن الاميون ريسبونس اللي بتطلع من الاوتو اميون ديزيز هو مين؟ هو التي هيلبر سيل. طب يا دكتوره، احنا بنعرف انه اغلب الامراض المناعيه بيكون انا عندي اوتو انتيبادي اتكونت ضد جزء من اجزاء الجسم او ضد ماده معينه في الجسم، ماده معينه طبعا سيلف انتيجين موجود في الجسم. طب يا دكتوره كيف؟ انا بحكي لك كيف. التي هيلبر سيل نشطت بي سيل، والبي سيل نشط عندي تكوين انتيبادي، فصار انه كل الاستجابه المناعيه اللي عم تنتج هي انتيبادي ميديتد. لكن هذا الانتيبادي ايش اصله؟ اصله بي سيل تم تنشيطه بواسطه تي سيل او سيل ميديتد اميونيتي. طيب نيجي نحكي على الفاكتورز اللي بتزيد من تعرض الانسان في الادلت لايف تاعته للاوتو اميون ديزيز. اول اشي في عندنا جينيتك فاكتور، فاكتور إلها دخل بالجينات، وطبعا هذا الفاكتورز عليه كتير صار دراسات انه فعلا اغلب اسباب الاوتو اميون ديزيز بيكون خلل معين في الجينات. زي ايش الجينات؟ الاميونوغلوبولين جين، الجينات المسؤولة عن تصنيع الانتيبادي، التي سيل ريسبتور جين، الجين المسؤول عن تصنيع التي سيل ريسبتور او مستقبلات التي سيل، او الميجر هيستوكومباتيبيليتي كومبلكس جين اللي هم البصمة الوراثية او اللي هي الانتيجين اللي بتصنع او المسؤولة عن تصنيع مركب الام اتش سي. طيب في عندنا هرمونال فاكتور، 90% من الاوتو اميون ديزيز بتنتشر اكثر في الفيميل من الميل. ليش؟ لانه الهرمونز عند الفيميل بتكون اشمالها، بتكون خلينا نحكي اكثر تعقيدا واكثر عدم استقرار. في عندنا بعض الانفايرومنتال فاكتور اللي ممكن تحفز الاوتو اميونيتي، زي بعض الانواع من البكتيريا والفيروسات، زي بعض الانواع من البكتيريا والفيروسات. طيب اخر اشي رح احكيه فقط بس يعني معلومة صغيرة بالنسبة للكلاسيفيكيشن او انواع الاوتو اميونيتي. هلا الاوتو اميونيتي هي نوعين رئيسيات. الاوتو اميون ديزيز ممكن يكون سيستمك، يشمل اعضاء مختلفة من الجسم او معظم اعضاء الجسم. وفي عنا اورجانيك سبيسيفيك اوتو اميون ديزيز، بيكون مختص في عضو واحد فقط، وبتكون شدة الاصابة في هذا العضو طبعا كتير كبيرة، وهذا رح يكون موضوعنا في فيديو لحاله. لحد هون بيكون خلص هذا الجزء من الفيديو.